هادي بالي، واللي بعت لنا الخطأ ده إبراهيم الضناطي بعد ما سمير غانم بينزل بيبان المايك من فوق. على بالي العزم إن شاء الله. أنا عندي شغل يا ابني. أنت مش شباب داخلي. سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس، باين هنا ان في حته بيتزا واحده، لكن لما اللقطه بتيجي من فوق بيبان ان اللي في العلبه بتاعت البيتزا في قطعتين مش قطعه واحده. السفاح واللي بعت لنا الخطا ده كريم عاطف، الكوبايه كلها مليانه تلج، لكن في اللقطه اللي بعدها على طول مفيش وجود للتلج، تقريبا بلعته. فايت كلاب المفروض ان هنا بقه متلغوص دم، لكن في اللقطه اللي بعدها على طول بيبان ان بقه ما فيهوش اي دم خالص. رمضان فوق البركان واللي بعت لنا الخطا ده انيس فرجلي، المفروض ان سمير غانم بيزق عادل امام على الارض وهو بيطير وبيتزحلق على البلاط، لكن بيبان بوضوح البتاع اللي كان بيتزحلق عليها عشان يعرف يتزحلق على البلاط. بيتهزل الازاز بيتكسر بعد ما هو بينزل، لكن لما بيجيبوا الاعاده بيبان انها من لقطه مختلفه والازاز بينزل وهو لسه متشعبط في الباسكت. فتوت الناس الغلابه، المفروض ان هو لبس العقد واختفى وبيسرق العربيه، لكن اثناء ما العربيه بتطلع بيبتدي يظهر الشخص اللي بيسوقها من جوه. ذا سوشيال نتورك في اللقطة دي بيكون كمامه متشمرة، لكن هو بيقوم بيبان ان الكمام مفرودة، وفي اللقطة اللي بعدها على طول بترجع متشمرة، وبعد كده بترجع مفرودة، وبعد كده متشمرة، وبعد كده 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 مفرودة. بيرومانسي واللي بعت لنا الخطأ ده أحمد سعيد، محمد إمام بيفرمل قدام العربية التانية عشان يوقفها، لكن هو بيحود بيبان أثر عجلة العربية على الأسفلت، واللي هي حصلت من المرات اللي اتعاد فيها المشهد. هاري بوتر أند فيلوسوفر ستون، الولد في اللقطة دي بيبقى شعره مكوش، وفي اللقطة اللي وراها على طول شعره متسرح. لو انتوا كمان خدتوا بالكم من اخطاء يا ريت تسيبوها لي في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو دي أول مرة ليكوا هنا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. شكرا للمشاهدة.